مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بنغازي اليوم، وستتابعون معنا في حلقة اليوم. سقوط أحد مقاتلي مجلس الشورى بنغازي وميليشيات الكرامة تواصل استهداف منطقة جنفودة السكنية بالقذائف العشوائية. صحيفة العربي الجديدة تكشف عن نية روسية قصف أهداف في الجفرة ومدينة درنة، وخليفة حفتر يجتمع بالأركان الروسية على متن الحاملة كازينتسوف. بنغازي اليوم يرصد آخر ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي. إلى جنة الله زف الشهيد، وحي الشهيد بأحلى نشيد، إلى المجد قد سار في همة، فنال الأبي جنان المجيد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذا البرنامج. إذا قبل أن نناقش معكم موضوع حلقة اليوم المتعلق بطبيعة العلاقات بين قائد عملية الكرامة وروسيا، نبدأ معكم سريعا بآخر الأوضاع المدنية في مدينة بنغازي، حيث سقط المقاتل بمجلس شورى ثوار بنغازي محمد أسامة الصلابي إثر إصابته يوم أمس في منطقة كنفودة بحسب مصدر من المجلس. وأفاد المصدر قناة النبأ بأن محمد أصيب بشظايا قذيفة هاون بعد استهداف ميليشيات الكرامة للمنطقة يوم أمس بالمدفعية ثقيلة وبشكل مكثف. يذكر أن ميليشيات الكرامة تواصل استهداف منطقة جنفودة السكنية عشوائيا بالأسلحة الثقيلة ومنذ أيام. هذا وأفاد مصدر من مركز بنغازي الطبي قناة النبأ بإصابة ثلاثة من المتطوعين للقتال في صفوف ميليشيات الكرامة نتيجة انفجار لغم أرضي. وأوضح المصدر لقناة النبأ أن العناصر أصيبوا بمنطقة بوص النيب بعد مرور سيارة عسكرية على لغم، مما أدى إلى إدخالهم إلى العناية المشددة لإصابتهم بجروح وحروق من الدرجة الأولى. ويشار إلى أن جرح عملية الكرامة يشتكون الإهمال في العلاج للنقص الحاد الذي تعاني منه المراكز الصحية في مدينة بنغازي. أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما برصاصة عشوائية في منطقة أرض الحرسة. مسؤول مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي فادي البرغثي قالت لقناة النبأ قالت في تصريحات صحفية إن سالم علي الورشفاني أصيب بعيار ناري في الرأس من الجهة اليمنى وحالته الصحية مستقرة، وأنه ما زال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى. ويشار إلى أن اليومين الماضيين أصيبت الطفلة سيلين أسامة محمد في منطقة السلماني وعمرها 9 أشهر بشظايا طلق ناري في الرأس واليد والقدم. هذا وكثفت الطائرات الأجنبية المساندة لحفتر غاراتها على منطقتي جنفودة السكنية والعمارة الصينية بحسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي. وأفاد المصدر قناة النبأ بأن الغارات وصلت إلى 13 غارة، منها 3 غارات يطير أو بطيران البريداتور و9 صواريخ أخرى وجهت بطيران الكامكوبتر صوب جنفودة السكنية، وغارة أخرى شنتها طائرة الميج التابعة لميليشيات الكرامة دون معرفة ما إن كانت تسببت الغارات في وقوع خسائر بشرية حتى هذه اللحظة. وأضاف أن القذائف العشوائية ما زالت تتساقط وبشكل عشوائي على المنطقة. إذا مشاهدينا الكرام نناقش معكم طبيعة علاقات قائد عملية الكرامة بروسيا بعد هذا الفاصل، أرجوكم ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء من برنامج بنغازي اليوم. قال مصدر عسكري وصفته صحيفة العربي الجديد بالرفيع والمقرب من خليفة حفتر قال أن الطائرة الروسية ستقصف أهدافا تابعة للقوات المناوئة لخليفة حفتر في الجفرة ودرنة وغيرها بحسب ما نقلته الصحيفة. أوضح المصدر أن قطعا بحرية روسية ستجوب الشاطئ المقابل للهلال النفطي وصولا إلى مدينة سرت. وأضاف المصدر أن حفتر ناقش مع وزير الدفاع الروسي سبل
سبل التنسيق لإطلاق مناورة جوية وبحرية قبالة الشواطئ الليبية وسط ليبيا وتحديدا قبالة منطقة الهلال النفطي. وأشار المصدر نفسه إلى أن المناورات الروسية المشتركة مع قوات حفتر كان من المقرر أن تبدأ الأحد الماضي، لكن تم تأجيلها، ومرجحا في الوقت نفسه أن تنطلق غدا الجمعة. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ما سمته بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر زار حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف. الوزارة في بيان لها نقله موقع سبوتنغ الروسي ذكرت أن حفتر بعد جولة قصيرة على السفينة أجرى اجتماعا مع الوفد العسكري الروسي الذي يتصدره رئيس الأركان، كما عقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وأجرى خلاله مناقشة قضايا مكافحة ما وصفه البيان بالجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط. هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت سحبها الحاملة المذكورة مع قطع بحرية من قبالة السواحل السورية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الأدميرال وقطعا أخرى تم سحلها أو سحبها من منطقة عمليات عسكرية قبالة السواحل السورية وإعادتها إلى تمركزاتها في أحد الموانئ الحربية الروسية. هذا وتجر الإشارة إلى أن مصادر صحفية قالت أن الحاملة اتجهت صوب المياه الإقليمية المصرية لإجراء مناورة عسكرية مع مصر. امتنعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امتنعت عن إجابة أحد الصحفيين الذي سألها عن اتفاقية وزارة الأركان الروسية مع خليفة حفتر، معللة امتناعها أن لكل وزارة مهامها الخاصة على حد تعبيرها. أمس رئيس هيئة الأركان العامة السيد جيراسيموف قد وقع في ليبيا على اتفاقية مع جنرال حفتر. ما تعليقكم على ذلك؟ أعتقد أن أبدأ من السؤال الثاني. من المعروف أن كل ما هو يتعلق بجهود العسكريين الروس يجب أن يعلق من قبل وزارة الدفاع. لكل وزارة مهامها خاصة، فلنتيح الفرصة لوزارة الدفاع للإجابة عن هذا السؤال. إذا مشاهدينا الكرام، زيارات المسؤولين الليبيين وعلى رأسهم حفتر عقيلة صالح إلى روسيا لم تكن من طرف واحد، وتوجت أخيرا بزيارة حاملة طائرات روسية إلى مدينة طبرق. لقاء لم يكن الأول من نوعه، ذلك الذي جمع قائد ميليشيا الكرامة حفتر بقادة عسكريين روسيين على متن الحاملة كوزنتسوف التي تخطط المياه الإقليمية قبالة الساحل الشرقي من ليبيا.
مراقبو المشهد يقولون أن دخول روسيا على خط الأزمة الليبية بهذه الطريقة لا يتعدى كونه تحرشا بالقوة الغربية ومناطق نفوذ حلف شمال الأطلسي وقواعده العسكرية القريبة من ليبيا، وقد لا تتعدى هذه الخطوة نوعا من الدعاية السياسية. لا تتوقف موسكو عن التلويح بقواها العسكرية أمام دول المنطقة وأخرها ليبيا بعد أن دمرت جزءا من الأراضي السورية، بل وامتلكت قواعد عسكرية فيها، إلا أن ذلك لم يثني رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح عن إرسال وثيقة اتفاق ثنائية بناء على طلب روسيا يسمح له بالتدخل العسكري لمساندة ما سماه بالجيش الليبي في محاربة مناوئيه بالمنطقة الشرقية دون الالتفات للوضع السوري المأساوي. زيارة حفتر لحمالة الطائرة كوازنتسوف وحضوره لاستعراض العسكري الذي أقيم على متنها يراه البعض أنه يظهر دعم الكرمليين الواضح لميليشيات الكرامة والموقف الروسي المعلن إزاء حظر توريد الأسلحة واعترافها بحكومة السراج، وهو ما يعد خرقا قانونيا لقرارات مجلس الأمن التي تمنع توريد الأسلحة وتحصر الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن اتفاق سخيرات، وهو ما يطرح تساؤلا حول نية روسيا بالتمدد نحو المنطقة ولأي أغراض ستستخدم حفتر على المدى القريب. إذن مشاهدين الكرام، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية الدكتور عبد الله عبد المحسن العساف، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي السيد عادل عبد الكافي، وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية من مصرات المحلل السياسي مروان الدرقاش. أرحب بكم جميعا ضيوفي الكريم، وأستأذن السيد الدرقاش والسيد عبد الكافي إن كان معنا، أستأذنهما في البداية لأبدأ بجملة من الأسئلة مع السيد العساف وحضرته مدير مركز الإعلام أو عضو مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. أهلا بك سيد العساف، وحضرتك يعني مدير لهذا المركز، مركز الدراسات، في أي إطار أو كيف تفهمون أو كيف تنظرون إلى هذا الذي حدث، مسألة قدوم حاملة روسية ودخولها للماء الإقليمي الليبية وقدوم حفتر للقاء وزير الدفاع الروسي، ومن ثم بعد ذلك الإعلان عن إجراء مناورات قبلة السواحل الليبية، ماذا يمكن أن يفهم المشاهد من كل هذا؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. مساء الورد. دعنا نعود أولا بالأحداث إلى عام 2011. نجد أن موسكو اليوم لا تريد أن تقف موقف المتفرج على الحالة الليبية خصوصا وأحداث المنطقة العربية عموما، هي أرادت أن تناسب الغرب، حاربت وجود حلف أحادي أو قطب أحادي من قبل الولايات المتحدة. الآن أثبتت للعالم أنها قادرة على فرض هيمنتها، قادرة على صنع السلام أو فرض الإحلال السلام كما حدث في سوريا من خلال اتفاق الروسي التركي ومؤتمر استانا المنتظر. بالتالي حركت حاملة الطائرات تجاه المياه الإقليمية الليبية بعد أن أمنت سوريا بعدد من الصواريخ، صواريخ اسكندر أرض أرض، وحولها عدد من القوات الروسية لحمايتها. اليوم هي تريد أن تفرض أيضا قوتها في الجزء الآخر وفي الضفة الأخرى من العالم العربي، نكاية بالولايات المتحدة التي انكفأت سياستها وتراجعت خلال الفترة الأوبامية. الفترة القادمة خلال الأسبوع القادم سيتولى الرئيس ترامب الحقبة الجديدة لمدة 4 سنوات، وكما تشير الدراسات والتقارير لأن هناك تقارب ترامب بوتين مع بعض، وبالتالي هذا سينعكس على السياسة الروسية الأمريكية تجاه أحداث المنطقة. تريد أن تشاطر ليبيا المنطقة اليوم مع القوات الأمريكية، وتفرض القيصرية والإمبراطورية الروسية إمبراطوريتها وأحلامها السابقة. فرضت نفسها بقوة، بدأت مع حفتر رجل ليبيا القوي كما تسميه، الذي زار روسيا خلال العام الفارط مرتين. اليوم هو يسيطر على الهلال النفطي، وهذا ما يهم روسيا تحديدا، الهلال النفطي والغاز، أيضا بناء قاعدة على البحر الأبيض المتوسط تكون أيضا قاعدة رديفة لقاعدة طرطوس في سوريا. نعم، إذا سيد العساف فهمت من كلامك أن روسيا تبني علاقاتها الآن مع ما وصفته بالرجل القوي خليفة حفتر الآن، ومسألة قدومه إلى السواحل الليبية يأتي في إطار نظر روسيا
هذا الدب الروسي نظره إلى ليبيا من انطلاقا من سياسة المحاور وتعدد القطبية الذي كان في إبان القرن الماضي. طيب ما الذي يزعم روسيا أن تنظر إلى ليبيا بهذا الشكل، وخاصة أن ليبيا طوال 40 عاما عندما كان يحكمه معمر القذافي لم تكن بشكل مباشر موجودة ضمن سياسة المحاور، وكانت يعني في العادة أغلب قراراتها مستقلة عن المحورين أو القطبين الحاكمين أو القطب الحاكم الأخير الولايات المتحدة. لماذا روسيا تنظر إلى ليبيا في هذا التوقيت من هذه الزاوية؟ اليوم الوضع الليبي هو خلاف الفترة السابقة، اليوم يحكم بثلاثة حكومات، حكومة الوفاق وحكومة التي فيها النواب عقيلة صالح، والحكومة الثالثة التي انتهت حكومة المؤتمر الوطني، وبالتالي هي الآن أخذت شرعيتها من خلال دعوة رئيس النواب لها بالقدوم وإجراء المناورات، استمدت شرعيتها بالضبط كما استمدت شرعيتها من دعوة الأسد للقدوم في ليبيا. على وقت معمر القذافي لم يكن هناك دعوة لا للشرق ولا للغرب، كان معمر يميل إلى الشرق كثيرا ولكنه يلعب على الحبال وعلى التناقضات بين القطبين، وبالتالي اليوم ليبيا تعيش أزمة سياسية، وبالتالي هنا هذا الفراغ السياسي تريد أن تملأه اليوم وتسيطر عليه القوات الروسية والدب الروسي بما تمثله من ثقل اقتصادي من قرب من أوروبا لسهولة استخراج النفط للسيطرة على هذا المحيط وهذا المحيط العربي، وبالتالي هي أمنت نفوذها إلى المياه الدافئة التي كانت يوم تحلم بأنها تصل إليها فأصبحت تسبح فيها، وبالتالي اليوم أصبحت البلد الثاني العربي الذي تحاول السيطرة عليه هو ليبيا. نعم، إذن سيد العساف نشير هنا سريعا إلى ما وردته صحيفة العرب الإنضانية والتي قالت أن البحرية الروسية حذرت الطائرات الليبية من التحليق فوق النقطة 33 وهي المنطقة الواقعة فوق مدينة سرت في المياه الإقليمية الليبية. وطبعا هذا سبق، لم يسبق أن يحدث أن تتحدث من هي روسيا حتى تتحدث البحرية الليبية، ما الذي يربط روسيا أو البحرية الروسية بالطيران المدني الروسي اللي يبلغهم بمنع تحليق الطيران فوق منطقة إقليمية ليبية. بالتالي في هذا الإطار هل يمكن أن نقول أن روسيا لا تنظر إلى ليبيا على أنها دولة تريد أن تتحالف معها، ليبيا تتحالف مع روسيا وفق مصالح مشتركة بين البلدين، وإنما تنظر لها على أنها دولة تقع في نطاق سيطرتها وفي نطاق نفوذها، وكأنها دولة إن صح التعبير تابعة كما تعامل الآن الأسد الرئيس السوري وتعامل سوريا؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟ بالضبط، أنا أتفق معك، وهي حددت النقطة 33 وطلبت من هيئة الطيران المدني بعدم تحليق الطائرات لوجود مناورات عسكرية، وبالتالي هذا غير حقيقي ولا تملك أنها تفرض إرادتها على الاستقلال الليبي، لكن هي الآن تعد ليبيا تقع في مجالها الحيوي، وبالتالي هي تريد أن تسيطر عليها بعد أن أحست أنها خدعت من قبل المنظمة، من قبل لا إله إلا الله، من قبل الناتو لما فرض حظر الطيران، وبالتالي هي تريد اليوم استعادة ليبيا إلى فضائها ومجالها الحيوي للسيطرة عليها لتصبح الدولة العربية الثانية التي تشفع لها، وبالتالي تفرض وجود قاعدة بحرية أخرى على البحر العربي، وبالتالي هي سيطرت على قاعدة في طرطوس وقاعدة أخرى هنا في ليبيا، سيطرت على منابع النفط، سيطرت على الغاز، وهذه المنابع هي التي يسيل لها دعاب الدب الروسي. نعم، الآن يعني أسألك سؤالا بشكل مباشر، وخاصة عندما نتحدث عن هذا الموضوع قيم البحرية الروسية بمخاطبة جهة مدنية ليبية لا علاقة لها بها وهي منطقة عموما منطقة ليبية، الآن هل قائد عملية الكرامة الآن الذي يوطد علاقاته مع الدولة الروسية هل هو قادر على صياغة نوع التعامل أو نوع التحالف بين البلدين، أم أن روسيا تنظر كما ذكرنا إلى ليبيا على أنها جزء تابع لمنطقة نفوذ روسية ولم تصل إلى مستوى أن تكون حليف، لأنها تعلم أنها دولة عربية ولا قيمة لها أمام الكبار؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ هي للأسف لا تنظر إلى أنها حليف أو ند، هي تنظر إلى أنها محطة وقود فقط لا أكثر من ذلك، وهي واقعة في المجال الحيوي وتريد أن تثبت أقدامها لاستعادة القطبين الذين يحكمان العالم بدل استفراد الولايات المتحدة بالقطب الواحد في العالم
خلال فترة التسعينات وما قبلها الآن تريد فرض الهيمنة الروسية والسيطرة الروسية على جزء من العالم حتى تستطيع أن تقاسم العالم من موقع قوة ومن موقع سلطة بأنها استولت على مواقع حيوية في العالم العربي، وبالتالي لا يمكن إجراء أي تسوية أو تفاهمات إلا من خلال روسيا. طيب دكتور عبد الله أرجوك ابقى معي سأعود لك بعد قليل. السيد مروان الدرقاش من مصراتة عبر الأقمار الصناعية مباشرة، عندما نقول أن البحرية الروسية تريد أن تأتي إلى منطقة الهلال النفطي وتجري مناورات عسكرية مع قوات عملية الكرامة، ما هو الهدف؟ ما النتيجة؟ ما هو النفع؟ أو ما علاقة روسيا بهذه المنطقة حتى تجري مناورات فيها؟ يعني مثلا إذا جرت مناورات بين السعودية ودول مثلا المغرب العربي، هناك يأتي في إطار التحالف ومسألة الحرب اليمن وما لذلك، ما علاقة روسيا في هذا الإطار بمسألة ما يجري في الهلال النفطي؟ ما الهدف من هذه المناورات؟ أعتقد أن روسيا قد حصلت على موافقة أو دعوة من طرف ليبي هو طرف في الأزمة السياسية الليبية، وهذه الدعوة فتحت المجال لروسيا لكي تستغلها لتفرض وجودها ليس في ليبيا فقط ولكن وجودها في المتوسط أيضا. نحن نعلم جيدا بأن سوريا والتي تقع في زاوية من زوايا المتوسط كانت محل وجود روسي، أما الآن ليبيا والتي تملك حوالي 2000 كيلومتر من سواحلها على البحر الأبيض المتوسط المواجه لأوروبا بشكل مباشر، وفي منتصف هذه المساحة الكبيرة من المياه التي تتوسط العالم وتتوسط المسافة ما بين أوروبا وأفريقيا، أعتقد أنه يعتبر مجال حيوي ومنطقة استراتيجية مهمة جدا لروسيا لكي تتحرك فيها بشكل بحرية وبشكل سلس، وهذا طبعا يحتاج من روسيا لكي تظهر بمظهر لائق دوليا، تحتاج إلى دعوة من دعوة طرف من الأطراف الليبية، وهذا ما حصل. لم تكن دعوة يعني خجولة أو دعوة يعني غير متكررة، ولكن شاهدنا زيارات متكررة من حفتر ومن عقيلة صالح ومن وفود من برلمان تأتي وتذهب على الكرملين، ثم يعني رأينا زيارة حفتر للحاملة الطائرات الروسية واستلامه لبعض المعدات التي كانت موسومة بالصليب الأحمر، مما يدل على أنها معدات طبية في ظاهرها. هنا علينا أن نتساءل لماذا كل هذه التحركات العلنية وبشكل يعني ظاهر للعيان بشكل كبير. أعتقد أن التحركات العسكرية والاتفاقيات العسكرية عادة ما تقوم الدول بوضع شيء من السرية عليها ولا تكون يعني ظاهرة في الإعلام بشكل كبير، ولكن ما صاحب العلاقة علاقة روسيا بحفتر صاحبها بروباغاندا إعلامية كبيرة وظهور شو إعلامي كبير، وهذا يضعنا أمام علامات استفهام. ما هو الهدف من وراء هذه العملية الإعلامية وما هو الهدف من وراء هذا الشو الإعلامي؟ أعتقد أنها رسالة واضحة لخصوم حفتر في ليبيا، هي رسالة واضحة للثوار في المنطقة الغربية، كذلك للمجلس الرئاسي المقترح من الأمم المتحدة وكل خصماء حفتر أو أطراف الأزمة الليبية الآخرين، هي رسالة واضحة. حفتر يستقوي الآن بطرف قوي وهو روسيا، ولديه ميراث أو تاريخ قريب جدا في سوريا، ورأينا كيف قامت الطائرات الروسية بتدمير حلب بشكل مريع ومخيف جدا، ولم تراعي في ذلك أبسط الحقوق الإنسانية أو المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية. هي رسالة واضحة لخصوم حفتر في ليبيا، وأعتقد أن روسيا أرادت أن تساهم في هذه الرسالة لتجني مكاسب منها في المستقبل إذا حدث ويعني استطاع حفتر أن يفرض هيمنته على ليبيا. طيب سيد عادل عبد الكافي المحلل العسكري والاستراتيجي،
لماذا قائد عملية الكرامة خليفة حفتر ومن أجل أن يحقق نصرا شخصيا قبل أن يكون نصرا لمؤسسته العسكرية أو نصرا للبرلمان، هو نصر شخصي وإرسال رسالة لخصومه، لماذا من أجل ذلك يضحي بالسيادة الليبية التي حافظ عليها على الأقل رغم دكتاتوريته واستبداده معمر القذافي طيلة 40 عاما؟ لماذا من أجل ذلك يتم إدخال الدب الروسي وبشكل يعني متوافق عليه من قبله إلى الملف الليبي وبهذا الشكل؟ نعم، تحية طيبة لك وأيضا لضيوفك الكرام ومشاهدينكم. السبب الرئيسي يرجع إلى الدول التي تورطت في الشأن الليبي ودعمت الصراع داخل ليبيا، وبالأخص هنا أتحدث عن الدول التي دعمت خليفة حفتر في عمليته داخل ليبيا. نحن نتحدث عن أكثر من عامين ونصف دعمت هذه الدول خليفة حفتر وراهنت عليه مراهنات كبيرة جدا، ولذلك هي التي وفرت له الممرات إلى روسيا وإلى فرنسا. رأينا في السابق الدعم الفرنسي، وكشف هذا الدعم من خلال إسقاط الطائرة من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي، وانكشاف أن هنالك عناصر قتالية تتبع للقوات الفرنسية على الأراضي الليبية، ناهيك عن الرحلات 14 التي بثت تسريباتها عبر قناتكم الكريمة، وكشفت أيضا الغطاء على الدعم والرحلات المكوكية العسكرية لطائرات نقل عسكري إلى المنطقة الشرقية. نحن نتحدث عن دول تدير صراع داخل ليبيا، تريد استمرار حالة الصراع وإيصال ليبيا إلى الانقسام. طبعا حفتر يعتبر شريك محلي لهذه الدول، هذه الدول لا تريد سقوط مشروع خليفة حفتر نظرا لتورطهم ودعمهم اللامحدود لخليفة حفتر، فأصبح هنالك رهان كبير. ولذلك نحن نقول خليفة حفتر لا يمتلك هذه التكتيكات ولا هذه الاستراتيجيات التحرك والتنقل وفتح هذه العلاقات. هذا يؤشر بمنتهى الوضوح إلى هذه الدول، وأيضا وجود دول غربية هي التي تدعم استمرار خليفة حفتر في المشهد. أيضا التسريبات التي تحدثت عن جلب عناصر مرتزقة تحت غطاء تنظيم الدولة أو داعش ووضعهم في بعض المحاور، ورأينا كيف تم توفير ممر آمن لهذه العناصر والدفع بهم إلى الجنوب الليبي والجنوب الغربي لاستمرار أيضا حالة الصراع وإيجاد الذريعة للتواجد الروسي أو التواجد الفرنسي أو التواجد لأي دولة تكن من أجل أن تقوم بعمليات داخل الأراضي الليبية. أصبح هنالك جسم سياسي المتمثل في المجلس مجلس النواب، وهذا الذي ناشد واستجدى وركع لجميع الدول لكي تدخل إلى ليبيا. هنالك ضربات وجهت من قبل طيران أجنبي إلى مواقع داخل ليبيا، سواء في درنة، سواء كان في بنغازي، سواء كان في طرابلس. هذه لم تكن سابقة فقط، هذه كانت تعاون وتواطئ واضح. لذلك هو يطمن المشروع من خلال روسيا، لأن روسيا تعتبر ذات ثقل عسكري، وأيضا عودتها وتصدرها للساحة السياسية العالمية بعد العقوبات الاقتصادية والسياسية من قبل واشنطن وحلفائها، أثر اندلاع الأزمة الأوكرانية سابقا، أصبحت روسيا تبحث عن حلفاء جدد وعن مواقع لها أخرى. أيضا هنالك لب الموضوع في الأساس، وهو الصراع على أفريقيا ما بين أفريكوم الإدارة العسكرية السادسة التي تمثل الجناح العسكري للسياسة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى الهند والصين وروسيا في آن واحد. دكتور عبد الله العساف، وحضرتك مدير أو عضو مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، أنت تعلم جيدا حيثية هذه الزيارة والذي ومسألة قدوم قائد عملية الكرامة إلى هذه الحاملة على المياه الإقليمية الليبية، ولقائه بوزير الدفاع عبر الدائرة المغلقة وزير الدفاع الروسي، وطبعا ناقش موضوع مسألة الإرهاب، ومسألة الإرهاب هي مسألة داخلية لا علاقة لها بروسيا، في النهاية شأن داخلي، أي أن الطرفين روسيا وليبيا ناقشا مسألة داخلية ليبية. فبالتالي إلى متى ستبقى ليبيا سيضع القادة الليبيون ليبيا في هذا الإطار، إطار أن تكون ليبيا تابعة أو موضوعة ضمن منطقة نفوذ ضد منطقة نفوذ أخرى؟ باختصار شديد، الإجابة هو أن تتحد ليبيا وأن تنظر بعين واحدة إلى مصلحتها، جميع القوى الوطنية الليبية أن تغلب المصلحة الوطنية الليبية، أن تعيد بناء وحدة ليبيا، تبتعد، لأنه ليبيا اليوم هي مطمع
للجميع، مطمع للقوى الأوروبية ممثلة بفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا من جهة، ومطمع آخر للروس من جهة أخرى. اليوم ليبيا تتمتع بميزات اقتصادية كبيرة جدا، تتمتع بعدد سكاني مناسب جدا، فهي تستطيع اليوم أن ننبذ خلافاتنا، أن نفكر بعين المصلحة الواحدة هي مصلحة ليبيا، إخراجها من هذا النفق المظلم، لأنه في هذه الاختلافات هي التي تساعد القوى الغربية بالتكاثر والتدخل في الشأن الليبي، وبالتالي تقسيم ليبيا، وبالتالي سرق خيرات ليبيا، وبالتالي حلول التفرقة، الليبي يقتل أخوه الليبي لأنه ينتمي لهذا الحزب أو لذاك. إذن علينا أن ننبذ هذه الخلافات وننظر بعين واحدة هي مصلحة الوطن الليبي، دون النظر إلى منطقة أو مكون سياسي أو عرقي أو قبلي أو غيره. طيب، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله العساف، عضو مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، كنت معنا عبر الهاتف. سيد الدرقاش معنا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة. أنت تعلم جيدا يعني عندما قام الرئيس السوري في سوريا باستدعاء القوات الروسية لوقف تمدد المعارضة السورية على الأرض، وكيف يعني تعاملت روسيا معه في مؤخرا، ومسألة استدعائه لقاعدة في اللاذقية وقدومه إلى ضيف لا يعرف من هو، وفي النهاية عرف من هو وهو وزير الدفاع الروسي، ومعاملته بهذا الشكل المذل والذي بدأ واضحا أمام الجميع. هل يمكن أن توضع ليبيا في هذه الخانة بقيام قائد عملية الكرامة بهذه التحركات ومن هذا النوع؟ أعتقد بأن مقام الرئيس السوري ربما يكون أكبر من مقام خليفة حفتر، ولكن خليفة حفتر تم جلبه إلى حامل الطائرات في وسط البحر للاجتماع معه أيضا. السؤال المهم في نظري في هذه الأحداث كلها، لماذا في هذا التوقيت ولماذا الآن؟ نحن نعرف جيدا بأن حفتر قد استعان بقوة أجنبية كثيرة، استعان بفرنسا، استعان بالإمارات، استعان بمصر، ويعني واضح جدا الدعم الإماراتي، وخرجت علينا الأخبار تقول بأن هناك قاعدة إماراتية جوية في مدينة المرج، وأن هناك تواجد للقوات الفرنسية في قاعدة بنينة. لماذا الآن الروس؟ أعتقد بأن هذا السؤال هو ما يمكن أن يقرب إلى الأفهام علاقة روسيا بخليفة حفتر. الفشل الذي مني به خليفة حفتر في بنغازي وفي درنا، بالرغم الدعم الدولي الكبير، بالرغم القصف الجوي الذي تعرض له مدينة بنغازي ومنطقة قنفوذة بشكل خاص، واستمرار دفاع شباب بنغازي عن مناطقهم، ويعني فشل خليفة حفتر في حسم هذا الصراع هو ما جعله يتجه إلى حليف آخر وهو الحليف الروسي، للتغطية على هزائمه ولمحاولة إرسال رسائل لخصومه. أيضا أعتقد أنها التفافة جديدة من خليفة حفتر. أيضا علينا أن نتساءل، هل يريد خليفة حفتر من خلال هذه المناورات التي يقوم بها مع القوات الروسية قبالة مدينة سرت، هي من الواضح أنها رسالة خاصة لثوار أو قوات البنيان المرصوص التي حررت مدينة سرت من تنظيم الدولة داعش، هي رسالة واضحة لهذه القوات بأن تحالف حفتر مع روسيا ربما سوف يستهدف هذه القوات. ولكن ما أريد أن أقوله في هذا الشأن بأن روسيا يعني أعلنت بأنها تعترف بالاتفاق السياسي الليبي، وأنها تعترف بالحكومة التي بثقت على هذا الاتفاق، ولذلك فإن روسيا لن تستطيع أن تقوم بأي تحرك عسكري ضد أي قوات تتبع لهذا الاتفاق السياسي، وإنما ما يظهر هو شو إعلامي أو بروباغاندا إعلامية يحاول حفتر أن يكسب بها الحرب النفسية، ويحاول أن يظهر نفسه بمظهر المنتصر بعد أن أظهرت كل الأحداث السابقة بأنه قد فشل ذريعا في تحقيق ما يريده أو ما وعد به من الاستيلاء على بنغازي أو الدخول إلى درنا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المحلل السياسي مروان الدرقاش، كنت معنا مباشرة عبر أقمار صناعية مصراتة. شكرا أيضا للسيد عادل عبد الكافي المحلل العسكري والاستراتيجي، كان معنا أيضا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، أرجوكم ابقوا معنا، سنعود لكم بعد قليل لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج بنغازي اليوم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى هذا الجزء الاخير من برنامج بنغازي اليوم. ينضم الينا في الاستوديو الصحفي عبد الحميد الاحصادي. اهلا بك عبد الحميد. اهلا بك انس، تحيه طيبه لك. نعم، ماذا لديك اليوم في التواصل الاجتماعي؟ نعم، بصراحه اللي يسود اليوم صفحات التواصل الاجتماعي الحقيقه هو رصدت من خلال يعني تصفحي، هناك حمله من التهكم على يعني تحالف حفتر مع روسيا، ويعني رسو حاملة طائرات أدميرال في على شواطئ طبرق. خلينا نبدأ في التعليقات وبعض البوستات اللي يعني كتبها العديد من النشطاء من خلال الفيسبوك وتويتر أيضا. سعيد منصور كاتب على صفحته: روسيا تريد تدمير ليبيا بعد سوريا ببدء الإمداد العسكري لحفتر بمباركة آل سلولية. عيشة عبد علي: ما يحدث في المنطقة الشرقية من برد وتساقط الثلوج هو من ضمن اتفاقيات حفتر مع روسيا، استغفر الله. محمود المغربي: لقد ترددت روسيا كثيرا قبل التعامل مع حفتر، ويبدو أنه أعطى لهم ضمانات كبيرة، هذا ما يبدو. المهدي عبد العاطي: شكله الشاهظة من ضمن اتفاقيات خليفة حفتر مع روسيا، أيضا تحكم على موجة الصقيع اللي تجتاح ليبيا الآن. رشيد حميد عقلان: فيصل القاسم، صدق أو لا تصدق، ميليشيا جماعة حفتر تتحدث عن مناورات عسكرية بين الجيش الليبي والجيش الروسي، أصبح جلب الغزاة ماركة مسجلة لعسكر العرب. نعم. أبو سرايا السلامي: حفتر يرحب بحاملة الطائرات الروسية التي وصلت السواحل الليبية في طبرق أمس تمهيدا لقصف بلاده ليبيا، وهنا يعطي التحية لحاملة الطائرات الأدميرال. كمبونس: ليبيا ردها علي إن استطعت يا حفتر. هام: حفتر صعد لحاملة الطائرات الروسية من أجل أن يستلم شحنة من الأدوية الأساسية للمستشفيات العسكرية والمستشفيات المدنية، وهذه الأدوية كانت مخصصة لحرب الروس على حلب السورية، ولكن بعد انتهاء المهمة وعودة حاملة الطائرات إلى مكانها قالوا خلينا نصدق بها بشوية الأدوية اللي على حفتر وجماعته من أجل مكسب سياسي فقط بناء على تعليمات الكريملين. حفتر يحاول يستثمر الموقف لا أكثر ولا أقل. هيثم الهادي: تطور الأحداث الليبية بعد دربيات مؤيد في أس معارض، تمديد في أس لا للتمديد، الكرامة في أس فجر ليبيا، وأخيرا دوري المحترفين روسيا في أس إيطاليا. أجدابيا الثبات: حفتر صار له مسار العزوز اللي مطلقة على المغرب، مو عارفة وين تمشي. نسأل الله أن يحفظك يا شيخ، وسام، ونسأل الله الثبات لشورى بنغازي. وهنا صورة يعني يظهر فيها المهيب وسام بن حميد وخلفه جنرالات الروس وحفتر واتفاقية على متن هذه الحاملة. عيسى شفلوت: بالأمس قلت لكم حفتر يبيع ليبيا على خطى بشار، لكنه كان أوضح من تغريده فظهر بنفسه ليختم ورقة التنازل. العسكر نقط تسعى إلى الكراسي بأي ثمن. وهنا في تغريدة لتركي الشلهوب: حفتر يرحب بحاملة الطائرات الروسية الأدميرال التي وصلت السواحل الليبية في طبرق أمس، صدق ابن خلدون بقوله: الطغاة يجلبون الغزاة. إذن ما يتصدر اليوم صفحات التواصل الاجتماعي هو الموضوع الروسي، الجميع يتهكم على الحاملة تحالف. تحالف الروس مع السواحل الليبية. شكرا جزيلا لك على كل ما وردته لنا السيد عبد الحميد. متغطي بالغرب عريان او متغطي بروسيا عريان. نعم، شكرا جزيلا لك على كل ما وردته لنا السيد عبد الحميد الاحصادي الاعلامي والصحفي، كنت معنا هنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام ايضا انتم شكرا لكم على متابعه الحلقه. نترككم في امان الله والى اللقاء.
موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما يهزنا عزنا